شجاع جديدة وضعناها هذا الصباح عند الشرطة الفرنسية ضد واحد المغربي. ما نعطيكم ياسر من التفاصيل ولكن فقد الراضي الليلي شدوا شي واحد الرويد الروايدي شدوا شي خونا مغربي في أوروبا فرنسا شدوه هو تصلى فيه مزيان دلو إكرام ضيف مزيان مش هذيك لارا بالي اخوان حطلو بلان عند البوليس قد نأكدو لكم ونأكدو له هو الرويدي شدوا واحد المغربي في أوروبا مرضلو ليا ما الإخوان شدوا قال لك نفخلو شي عين ومش هذيك لارا بيه تما مش عمر له زعما باش يردوا داك المغربي ولاش ياك انت بولي خاري وزعما وناضي وكذا كون دافعتي على راسك علاش من خرج داك المغربي وما حلحلك انا والله الا صلى عجبني فيك صراحه شاد الحبسه هذا اللي غيضرب المغربي غيمشي غير نزاها اقسم بالله وتحياتي لهذا المغربي هذا اللي شد الرويضي كملوا الفيديو يا اخوان بس شينا لايك اسقم تبداو الفيديو بال 2019 كانت الجزائر 48 ولايه وبعد 2019 ولله الحمد أصبحت الجزائر ولاية واحدة وهي الجلفة قاع حمرة حاشا الأحرار الله العالم هذا المرطة لك تقطلق الفيديو ديالو ورد ما البال اللي يمشي اللي يمشي زبالي هذه الصخرة طارت بالشيخ عبد العزيز بالحاج من هذا المكان إلى بيت الله بعد مرور السنين أصبحت خبرا انتشر بين عامة الناس صادفك وأنت تطأ أرض مدينة الشارف بالجلفة صخرة عادية غير أن مدلولاتها هنا غير عادية تماما روايات فوق تصور العقل يتناقلها سكان المدينة منذ قرون عن هذه الصخرة هي تبقى على خير احنا رايحين انت شال يا اخوان دابا شنو متيقين قال لك الصخرة طارت بشي شيخ كان فوق منها شي شيخ وطارت ومشات حتى السعودية باش يحج بها ورجعت عاوتاني للهوك اشوف هذا يا اخوان لا حول شديتنا وعطلتنا وكذا قال لهم بعناية المختار تلقاوني قدامكم وقعد يبكي فوق الحجر وما راحوا للحج حجوا وجاو كي جاو هو قاعد هنا ما زعف منهم ياكم هربوا عليه وكذا جاو كيف قالوا الشيخ ما جيتناش رحنا للحج وما جيتناش ومتنوي وكذا وشفناك قالوا في الطواف شفناك في ذيك شفناك قالوا ما ودينا الروايات المتعددة التي ارتبطت بالصخرة كونت معتقدات لدى أذهان السكان إلى درجة التبرك بها وإقامة طقوس بعيدة عن الدين هذه الحاجة أنت عزيز الحاج لحاج على حجرة وطرف ناجي الحين أبو وطيب الروينة والمردود يجيبه طيب وقراني مساكن الله إلا مساكن الله تايقين الشيء هذا هو إلى كوكب لالا سكسو تشعير بالحو هي وصفة تقليدية جيجلية معروفين بها احنا في جيج هو السكسو بالسردين من بعد ما حطيته في صحن انت عايزينك سكسو بالسردين سكسو بالسردين هذا سكسو اوكي هذا ديالكم هذا ماشي ديالنا لا وقالت لي نعمل بلون شابيه تعرف انت كيف باش تعمل ورقة 10000 20 تعرف قداش يطلب الوقت خدت احنا صحفيين يزمعني ما اللي تتفق عليها وتعملها وتمشي وتتبع في الخارج نعم البلد العربي الوحيد اللي يتبع فلوس توا في العالم العربي شكون المغرب وتعرف كيفاش المغرب حتى سوق المغرب اللي فيها 36 ولا 40 مليون ما تسمحش دخلوا اموال نتاع بلدان افريقيه نتاعهم باش يدخلوا خاصه ما ايكونومي دي شاب شي شفت بحياتي باش ما جامع ابراهيم السكران والله العظيم ما شفت شو هذا جامع فلوك شنو سميتو الحاج ابراهيم السكران هذا جامع فلوك مسمينو هكا الاخوان جامع الحاج ابراهيم السكران كان السكران هو يبني لهم هذا الجامع هذا شو دابا هذا جامع وسميتو الحاج السكران هذه زيد على السكران طايح في الدراج وكذا شو وقع لك كيفاش وقع لك شو وليتي ما زكيش علاش ما زكيشيش انا من صغري وزيد ما مزكيش ورانيش انا اخي بسميه راه ما مزكيش نيش راه تصرفاتك راه ما مزكينش راني في وهران راني ناكل في الحوت فاخسي وراني ناكل في الدورمه انا في وهران لا حقتي شلفاويه قال لا 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 اي انا في ارجنتي ها هو الطاجين تاع الدورمه انا قلت لهم جزائري هما قالوا لي بغا بهذا طاجين جزائري خويا
لا 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 خويا جزائري خونتو هنا وهذا وهاني هذا هذه الحوت فاخسي هذا لا 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 شتي ولا هذه ليسكا هذه وين جايه هذه هو لو مو ريستو وغادي نقول لكم بلي هذا مو ريستو مغربي داير ديزاين مغربي زليج كدا لعيباس مسلط بها خونا هذا كاس كيعيب في ماكلتو غير بالفن زعما كيصرف له كيلوح له داك الهضره غير به من لتحت لتحت زعما خاوني لي طابلو هذا طابلو تاع التوانسه هذا تاع الجزائر هذه مزاب هذه بجايه وهذه الجي هذا هذه تاع تلمسان وهذه النخله لا ماشي سلم هذه النخله تاع غدايا صحة هذا تاعهم صحة ما نقولوش لا وهذه نتاع تلمسان هذه الشلاله تاع تلمسان هذا الكاس جداتي الله يرحمها كان عندها خوانتو بساله والله الا بساله هذه شو مول المحل مسكين حشمان ما باغيش زعما يديه على الكليان خرج عليا بنادم ماصيش من الرزق بيد الله صاحبي جات لا درا تصارص صحه هذا الطاجين تاعكم صحه ما نقولوش لا لي زيبيس كاع العالم عندهم لي زيبيس هادو لي زيبيس الهنوده وهذا ماشي جزائري خويا هذا صالو الجيريا مزبول لي لا 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 والحوت اللي كليته الجيريا سوبر جزائري من عندنا وانتم ما سيدتو خويا مشالو على قد داخل فهمتي جايه جايه اي والله العظيم لا اي قسم اي غنوريكم نوريكم والله العظيم غادي راني في وهم يا المغربي مول ريستورون بغى يقتلني المغربي بغى يقتل الجزائري حنايا في الجزائر الحوت واللبن ما ناكلوش مع بعضنا بعض انا عوريتك لا خويا والله العظيم الحوت واللبن ما ناكلوش شافني كليت الحوت قال لي هاك كل اللبن بالصحابه هذا راه ماشي لبن يا هاد الهوكي راه ماشي لبن هذيك راهي بي جميله هذا دابا لبن الاخوان دابا شاف الخير ونخلع يا بغيت تقتلني يا خويا لا 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 يا خويا هذا اللبن اي اللي عطاني اللبن الجميله زعما انا يا خويا زعما غير لا 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 بغا يقتلني بغا يقتلني عيط لا بوليس عيط لا والله الا بساله اقسم بالله يا اخوان انا ما نقبلش الصراحه عندي ما حال ويجي عندي بلاد مدين اللي بحال هكا نجري عليها يا اخوان تبرهيش هذا الصداع الراس غوات السلام عليكم وعليكم السلام تفضل واش راك شوقي والله غايه هاك مليح الحمد لله الصوت تاعك خويا بين النسوي وزير معنا شويه رانا اللي عندهم اصوات شويه تاع اختلالات هرمونيه راني ننزلهم صراحه افيك تو ريسبيك ستودوا مع احتراماتي الشديده زير معليش معليش انا طالع لي انا طالع معك صوت وصوره باسكو انت هي في الرجله ما تبانش قدامي معليش في الرجله راك صوتك راني شكيت حتى انك من واحد الجهه ايه معليش معليش زير راني جاي راني جاي لك ياك انا خلي وجهك في الصوره انا برك انت راني شك في كيف تحت الكاميرا خويا تفضل اه يا معليش معليش راك حتلعب على المراد شوقي ايوا انا والله غير نقول لك حاجه الا فك لك تهضر على كار الرجله انا راجل عليك صديقي يا صديقي الرجله لا لا راك تهضر على الرجله الا راك تهضر على الرجله اصلا نسكتوك شويه طاك رانا ما نحكيوش على الرجوله قلت لك برك في الوقت في الاول طريقة تاع الكلام تاعك راه مش سمعوك في التعليقات معليش معليش راني نقول لك كالرجله انا راجل عليك انا راجل عليك الرجله باسكو واحد شوف راجل كي طحلو في النقطه الضو في الاولى ملي قال له صوتك ما مرجلش واحد ينباع ويتشرى واحد ينباع ويتشرى ماشي راجل اذا مضطر انك تقولها راك عندك اختلال لا لا انت تتباع وتتشرى انت ماشي راجل انت بضاعه انت بضاعه انت بضاعه انت تتباع وتتشرى نهبطوك تسب في التعليقات تكمل السبان تاعك في التعليقات ما فهمتش واش راح نتناقش معاك ومره اخرى راني ما قلتلكش ماكش راجل دائما نقول الناس اللي عندهم اختلالات هرمونيه حشلوا الهضره ولا خرس عار ما عجبوش العالم مسكين ما قال لك والو قال لك صوتك ما شوية قيسوا الماء واجهد خونا ردوا بالكم لا يخسر الهضره انا ما عندي ما عندي واش
أشهد أن لا إله لا إله يا شاهد برك ما تحشمش لا إله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم عليه نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل إن شاء الله ربي يثبت على الإسلام ما عارفش علاش الشهد يعطيك الصحة الشيخ 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 هذا على بالك واش دلو سرح له بالنيك باش يروح ينيك صاحبي واه بارك امور هذا الصبي ما بقاش كاع ندوزك انت هكا عند الرغبة نتاع كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير سياسية والشباب نتاعنا أعتقد أن الأوان أن أعلن أني سأترشح لعهدة ثانية مثل ما يسمح بها الدستور نزولا والله إلا سحب لي غير يقولها يقدم الاستقالة باقي باقي يا ربي بقى تتبون علي إخوان والله إلا بغينا تتبون يبقى في المغرب ان هي بلد ما شفتش في جمالها والله العظيم انا ماشيه امبارح والنهارده ما بقولش حاجه غير سبحان الله ما شاء الله تبارك الله ده بالنسبه للبلد ما اقولكيش بقى على الشعب المغربي وانا طول ما انا ماشيه في الشارع وعلى الترحاب وعلى الكرم وعلى الجمال والاكل المغربي الجميل والناس ازاي مضيافه البلد دي بجد مش واخده حقها في الاعلان عن السياح انها تبقى بلد سياحية من الدرجة الأولى والله دي يعني مش عايز أقولك ولا أوروبا ولا إحنا يعني أنا فخورة أن أنا من أفريقيا أنا يعني وأن أنا عندي بلد زي المغرب والله العظيم أنا حقيقي بفكر جديات حقيقي بعد ما شفت تطوان أن أنا ممكن أجي أصيف هنا ليه بنروح الشهادة دي الناس اللي بعقلهم الكرام سمعوني مليح خاصة الجماعة الناس في باب حسن الناس اللي مارسوا السرقة الناس اللي راهم يديروا في امور سبحان الله يعني يدخلون الحزن على الناس راح يصلي الشيخ سليم في اول جويلية راح يصلي امام في مسجد احمد بري في صلاه العصر شفوا مليح التاريخ اول جويلية في صلاه العصر مسجد احمد بري في باب حسن راح يصلي سرقوا له في سياره كسروا له سياره سرقوا له محفظه فيها كمبيوتر وهذا الكمبيوتر فيه كذلك فيه كل البحوث وكل الاعمال نتاع الشيخ وما عندوش نسخه واحده يعني والله الا معلم هذا اللي داروا البيستي اصلا دخيتنا الدشمه اللي كيخطبوا عليهم شنو كيبداو عليهم يصبروا صبروا ما كاش لما اصبر غادي تاخذ حقك ليه ما كاش دقيق اصبر 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 غادي تاخذ حقك عند الله ستلتقي الخصوم والله الا كان ايد هذا اللي داروا داروا داك البيست اللي عامر بغسيل الدماغ الله العظيم انا كيعمروهم اخوان الائمه ديال هاد الهوك كيعمروهم بالهضره اللي غايقولوها بحال لا كيهضر معاه من الكابرانات راه اصلا هما من الكابرانات باش كيزيدوا يبردعوا بنادم مزيان الله الا كان ايد هذا اللي دار البيست قلت لك لا حول اللي يقول لك البطاطا تتبع بالزيكو هذا بالزيكو يجير انا راني نقول لك والبطاطا والبصله تعرف رمان عادي جدا كاع البطاطا والبصله بالزيكو تنباع يا خويا معلم يا خويا الخضره كتباع في الزيكو حاشاكم يا اخوان لا حول هادو راهم كيصايبوا لنا شي لعيبه اخرى بحال هذيك اللي طرات 2020 الخضره كيفاه البصله والبطاطا بالزيكو وين تلاقاو هادي طيب الفت فيها خويا اقول البوك يهزها ما يخليها هنايا راه يرفد فيها راه يرفد فيها وين راه صاحبي هكا ما مليحه هكا كارثه صاحبي كارثه منا الزيكو ومنا البطاطا اروح نشوف الفريق هذا بالزيكو يجير انا راني نقول لك والبطاطا احسن من سويسرا هذا الشيء يا اخوان احسن البصله تعرف رمان عادي جدا كاع البطاطا والبصله بالزيكو تنباع يا خويا معلم يا خويا كيفاه البصله والبطاطا بالزيكو وين تلاقاو هذه طيب الفت فيها خويا اقول البوك يهزها ما يخليها هنايا
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عندكم العقدة أنك تروح تستفيد من المغرب. إيه المغرب خير منك في مجال التصنيع، في مجال البيزنس، خلق الثروة للمغربين هذا بدون ثروات، بنا بلاده بدون ثروات، هذا على ما تستفيدش منه. كيفاش خلق هذيك الثروة؟ غير هذا السؤال يكفيك، كيفاش خلقت هذه الثروة؟ فيدني فيدني، أرواح نتعاون وأنا وياك. ولكن تقول لي النظام الملكي هذا المغربي آذى الجزائر، راك تكذب هنايا. اسمح لي أخي الفاضل، شوف لو كان نجو نحسبوا بالأرقام واش دار سرطان النظام الجزائري، النظام الجزائري سرطان، سرطان متهالك. شت واحد كبير في العمر وحكمه سرطان ما خلى فيه والو، هكذاك النظام الجزائري واش دار في القارة الإفريقية بأكملها. هذاك النظام الجزائري ما أذاش غير الشعب الجزائري، أذى. سمعتوا الهضرة؟ الغرب يقولوا المداحات، وحنا الشرق الجزائري نقولوا الفقيرات. خليني نشم فقيرات. والله اعتقد انها زيارة اكثر من ناجحة، وشاكر شاكر كل الشكر للمواطنات والمواطنين على الحماس نتاعهم وفي الترحاب واستقبالي واستقبال الوفد المرافق معايا. ولاية تندوف لا يتجزأ من الوطن العزيز الغالي، وهي ولاية قبلها في تندوف. شكاية جديدة وضعناها هذا الصباح عند الشرطة الفرنسية ضد واحد المغربي، ما نعطيكم ياسر التفاصيل، ولكن فقد راضي الليل يشدو شي واحد الرويدي، الرويدي شدو شي خونا مغربي في أوروبا فرنسا شدوه هو تهلا فيه مزيان، دار له إكرام ضيف مزيان، مش هذيك لا راه بالي اخوان، حط له بلان عند البوليس. قد ناكدوا لكم وناكدوا له هو وغيره على انه نحن لن نتنازل ابدا على حقوقنا، واللي ما فاتت ربى يتربى، اللي ما رباته الغربه. والله الا بطل هذا السيد هذا اللي شدوا في اوروبا تهلا فيه، دار له الضيافه. انا بغيت كون دار له فيديو صراحه، كان خصو يتدار له فيديو لاخواني. اذا شكايه جديده وضعناها هذا الصباح عند الشرطه الفرنسيه ضد واحد المغربي، ما نعطيكم ياسر التفاصيل، ولكن ما يعطيناش التفاصيل لانه حل حلو ليا، ما شايش من تفاصيل غير عطيتها الله فيه كرمو. فقد ناكدوا لكم وناكدوا له هو وغيره على انه نحن الله يلا بطل، لكن ايدوا الاخوان تلقوا في فيديو جديد ان شاء الله.